في تقرير لفورين بوليسي، إيران الخاسر الحقيقي في معركة الشيعة في العراق. الدفاع المدني الأردني ينتشل 5 قتلى و14 مصابا من تحت أنقاض مبنى في العاصمة عمان. انفجار بخزان وقود في سبها جنوب ليبيا يسفر عن 17 مصابا على الأقل. وفي النشرة أيضا، مركز الملك سلمان يدشن جسرا جويا لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء تحت عنوان: لماذا قد تصبح إيران الخاسر الحقيقي في الصراع الداخلي بين الشيعة في العراق؟ استعرض تقرير نشره موقع مجلة فورين أفيرز ملامح الصراع والانقسام بين الكتل السياسية الشيعية في العراق، خاصة فيما يتعلق بعلاقة بلادهم بإيران. تقرير فورين أفيرز أشار إلى أن الصدر أثبت مهارة في تحويل نسبه لإحدى العائلات الدينية الشيعية لقوة سياسية صلبة أمام الكتل السياسية الأخرى، خاصة التابعة لإيران. وأضاف التقرير أن عدم مشاركة رجال الدين الأقوياء في السياسة بشكل مباشر أوجد فراغا بالسلطة داخل المجتمع الشيعي، وعمل الصدر على مدى عقدين من الزمن لملئه. التقرير قال إن مساعي الصدر قوبلت بتهديد من قبل موالي إيران خلال الأشهر 11 الماضية، التي شهدت فوز التيار الصدري بنسبة المقاعد الأكبر بالانتخابات التشريعية، ثم فشل في تشكيل الحكومة وانسحب من البرلمان. وبحسب التقرير، فآخر محاولات إيران لتهديد الصدر كانت تتعلق بشرعية الصدر الدينية والتي أطلقها ضده رجل الدين العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري، الذي اتهم الصدر ضمنيا بالمخاطرة بتمزيق العراق والأغلبية الشيعية فيه بعد، وذلك أيضا فيما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. تقرير فورين أفيرز أشار إلى تضاؤل النفوذ الإيراني في العراق، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، وفشل خليفته في منع عدد من القوى الشيعية خاصة الصدر من تحدي إيران ومواليها وميليشياتها في العراق. طلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينانديز في تصريحات للحدث بضرورة وضع خطط بديلة في حال فشل الاتفاق النووي مع إيران. وقال مينانديز إن الإيرانيين لم يقدموا تفسيرا لوكالة الطاقة الذرية حول أنشطتها النووية في مواقع غير معلنة، مؤكدا للحدث أن طهران ما زالت تمثل مصدر تحديات هائلة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم بشأن نشاطها النووي، وأعرب عن رفضه لما اطلع عليه من بنود في الاتفاق النووي. في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أكدت الولايات المتحدة استعدادها للإسراع بالعودة للاتفاق النووي، لكن ما ينقصها هو أن إيران ليست شريكا راغبا في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة إحياء الاتفاق. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن القوى الغربية قلقة من تعاون أو عدم تعاون إيران مع تحقيقات الوكالة الذرية بشأن وجود أثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة. وتطالب القوى الغربية إيران بتقديم تفسير، مؤكدة أنها متحدة للضغط عليها لتقديم إجابات حول أثار اليورانيوم في منشآتها. تمكنت فرق الدفاع المدني الأردني من انتشال 14 شخصا من تحت أنقاض مبنى انهار في حي الويبدة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأسفر الحدث عن مقتل 5 أشخاص، فيما أخلت السلطات جميع المباني المجاورة. رئيس الوزراء وجه بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث. نحن ربما يعني عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض ربما تتوقف يعني خلال ساعة من الآن، لأنه سيارات وفرق الدفاع المدني بدأت تغادر المكان حيث انهارت هذه البناية السكنية المكونة من 4 طوابق. ويعني للأسف الشديد راح ضحية هذا الانهيار 5 أشخاص أردنيين و14 إصابة، يعني حالتهم ليست حرجة حسب ما فهمنا، ليست هنالك حالات حرجة من الناجين. حتى يعني قبل ثواني من الآن بدأت سيارات الدفاع المدني تغادر المكان، على ما يبدو أنهم يعني حصروا أعداد المتواجدين في هذه البناية وحصروا عدد الوفيات بالإضافة إلى الإصابات، وبالتالي تأكدوا بأنه ليس هنالك أنا على الهواء صديقي، وتأكدوا بأنه ليس هنالك أي ناجين تحت الأنقاض، لا زالوا تحت الأنقاض، وبالتالي لا يمكن أن نؤكد هذا الأمر، لكن ننتظر بيانا أمنيا يوضح ما إذا كانت فعلا عمليات الإنقاض قد توقفت أو انتهت. يعني كنت أنا رأيت منذ لحظات أشخاص يقولوا بأن لديهم أقارب لم يظهروا بعد. أفادت مصادر الحدث بإصابة 17 شخصا على الأقل بانفجار خزان وقود في مدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء أمس. يأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار صهريج وقود في بلدة تابعة لمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، والذي أسفر آنذاك عن قتلى. في تونس، حيث فتحت النيابة العامة بشعبة مكافحة الإرهاب تحقيقا جزائيا ضد 126 شخصا، إضافة إلى من ستكشف التحقيقات تورطه أيضا في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب في ليبيا وسوريا بين عامي 2011 و2013. النيابة العامة أذنت بإجراء ما يلزم من تحقيقات مع سياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين وحاليين ودعاة ومحامين ومسؤولين بجمعيات أهلية، إضافة إلى رجال أعمال. ومن بين الموقوفين في القضية فتح البلدي المستشار الأسبق لوزير الداخلية وعبد الكريم العبيدي، الذي كان يشغل منصب رئيس فرقة حماية الطائرات بالمطار ومتهم بتقديم تسهيلات كبرى لحركات النهضة. وهناك أيضا فتحي بوصيدة محافظ مطار تونس وفي فترة حكم حركة النهضة، بالإضافة إلى رجال أعمال ونواب سابقين عن النهضة مثل محمد فريخة ورضا الجوادي وآخرين. تحدثت وسائل الإعلام التونسية عن اتفاق مبدئي بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل بشأن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة تصل إلى 3.5%، مشيرة إلى أن الاتفاق سيتم توقيعه رسميا النهار الخميس، فيما لم تؤكد الحكومة التونسية ولا الاتحاد الخبر. تتلاحق الجلسات الماراثونية بقصر الحكومة بالقصبة بين وفد اتحاد الشغل والطرف الحكومي، ومع تعطل لغة الحوار بين المتفاوضين يدخل الرئيس قيس سعيد على الخط ويدعو أمين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الصناعة والتجارة في محاولة لتجاوز الأزمة وإكراهاتها. رص الصفوف من أجل الوحدة الوطنية في تضافر كل الجهود من أجل خلق الثروة، من أجل معناها تجاوز كل هذه الهينات وكل المعوقات. كنا دائما واقفين مع دولتنا مع حكومتنا للخروج من الأزمات اللي لربما فيها أزمات داخلية وفيها حتى أزمات عالمية.
ورغم الإقرار بصعوبة المرحلة وضرورة تجاوز الأزمة، إلا أن تأخر التوصل إلى حلول حقيقية وواقعية للمشاكل الاجتماعية والمهنية قد يفاقم الوضع ويعطل الحصول على قرض تحتاجه البلاد من صندوق النقد الدولي. الأزمة الاجتماعية هي جاثمة، وكل المؤشرات تفيد بأننا ربما نسيء نحل الأسوأ إذا لم نستعد مناخ ثقة، وإذا لم تجنح السلطة والأطراف الاجتماعية إلى حوار جدي نتجاوز به هذه المرحلة. تداعيات الأزمة وجدت صدى لها على حياة التونسيين الذين صاروا يشتكون أكثر من غلاء الأسعار ونقص المواد الأساسية في الأسواق. نقص من برشا حاجات، مثلا توكيما الحليب، طول الحليب مثلا الفلاح ما عادش لاقي روحه. عجز اللسان بالحق في تونس يعجز، ما نجمش يفسر العبد شنو اللي صاير في تونس، شنية علاش هكا ولين، كيفاش باش ينجم يعيش الزوال، ولكن إذا كان باش تلقى الحاجات تلقاها بأسوام خيالية. تردي الأوضاع الاقتصادية وضبابية المشهد السياسي، تصاعدت معها التحذيرات من اضطرابات اجتماعية في خريف ساخن قد تشهده البلاد. بين ضغوط واقع اقتصادي صعب وأكرهات الأوضاع الاجتماعية المتردية، تتعطل المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، ما يبقي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية مفتوحة على كل الاحتمالات قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس. وليد عبد الله، الحدث، تونس. رحب قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بمشروع إطار الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانية، ومشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من السودانيين المؤيدين للديمقراطية في طرح هذا المقترح للدستور. وقالت اللجنة في بيان إن الإطار يمكن أن يساعد في بناء ترتيب حكم مدني جديد شامل، مطالبة أصحاب المصلحة جميعا بالنظر في هذه الوثيقة بجدية واتخاذ خطوات لمواصلة تطوير مبادئها بشكل بناء، وتوافق أيضا الآراء على مسار إلى الأمام يشمل مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني. سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسر مساعدات جوية إلى باكستان، وذلك بتوجيه من الملك سلمان لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح أقاليم متعددة. هذا وينقل الجسر الجوي أكثر من 160 طناً من المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، من بينها سلال غذائية وخيام ومستلزمات طبية. هانس فيان مراسل الحدث يتابع من كراتشي تحديداً كل هذه الجهود المتعلقة، تفضل هاني. نعم، إذن المرحلة الأولى من الجسر الجوي السعودي إلى باكستان والذي أمر به العاهل السعودي الملك سلمان لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات التي حلت في أقاليم متعددة هنا في باكستان. للتو أو قبل 45 دقيقة الماضية وصلت الطائرة الثانية والتي تحمل 90 طن من المواد الإغاثية والإنسانية، وبذلك انتهت المرحلة الأولى للجسر الجوي بوصول عبر طائرتين سيرتا يوم أمس وفجر اليوم بالتوقيت المحلي السعودي، لتصل إلى أكثر من 180 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية. عموما سنتعرف بشكل تفصيلي عن الخطة القادمة لأيضا الجسور الجوية والقوافل البرية التي سوف يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ولكن معي ضيفي الأستاذ خالد العثماني وهو مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هنا في باكستان. مرحبا بك أستاذ خالد. الآن وصلت الطائرة الثانية، تم تفريغ حمولتها، سوف نشاهدها مع متابعينا في شاشة الحدث، ولكن دعنا نتحدث الآن الخطة القادمة من خلال رفعكم للتقييم والاحتياجات للمتضررين هنا في باكستان. بإذن الله تعالى سيكون هناك عدد من الطائرات قادمة غير الطائرتين، 8 طائرات أخرى. هناك احتياج كبير لمساعدة المتضررين في باكستان، سواء في جميع المناطق خصوصا إقليم بلوشستان والسند وإقليم خيبر والبنجاب. الجسر الجوي بدأ بالأمس فعلا بحمولة 90 طن بالأمس، واليوم 90 طن هذه الطائرة، وهناك عدد من الطائرات ستأتي تباعا إن شاء الله.
بالإضافة إلى أن هناك سيتم تسيير جسر بري من إسلام أباد إلى المناطق المضرة بالفيضانات. هذا الجسر البري يحتوي على 50,000 سلة غذاء، 50,000 ناموسية للوقاية من البعوض، بالإضافة إلى 5,000 خيمة وعدد من الحقائب الإيوائية 10,000 حقيبة. هناك عدد كبير من المضررين في باكستان جراء الفيضانات، أكثر من 33 مليون شخص. هذه المساعدات التي قدمتها المملكة ستغطي بإذن الله جزء من هذا الاحتياج، وستصل إلى المضررين بعون الله تعالى إلى هذه المناطق بالتنسيق مع الحكومة في باكستان. جيد، كنت نتحدث عن قوافل برية سوف تشهدها باكستان مسيرة من قبل مركز الملك سلمان، إضافة إلى الجسور الجوية. سوف تكون قادمة من الدول المجاورة لباكستان أم كيف سوف تكون تسيرها تلك القوافل؟ بالنسبة للجسر الجوي طبعا المواد كلها قادمة من المملكة العربية السعودية. الجسر البري أو المساعدات الإغاثية تم شراءها من باكستان، توفيرها من السوق المحلي، وسيتم توزيعها بإذن الله على المضررين هنا في باكستان. جيد، حجم الضرر والكارثة كبير؟ حجم كبير لا شك، هناك يعني ثلث مساحة البلد تحت الماء الآن، هناك عدد كبير من المضررين 33 مليون آخر إحصائية، عدد كبير من المنازل المهدمة، المنازل المتضررة، فإن شاء الله بإذن الله سيتم يعني مساعدة هؤلاء المتضررين، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك أيضا مرحلة أخرى لإعادة الإعمار والبناء لبعض المنازل ومشاريع متضررة. شكرا لك أستاذ خالد، أعطيك ألف عافية. إذا هذا كان حديث الأستاذ خالد العثماني وهو مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هنا في باكستان، والذي تحدث أن الجسور الجوية لن تقف عند هاتين الطائرتين التي وصلتا هنا إلى مطار جناح كراتشي، ولكن هناك جسور جوية قافلة البرية، وتحدث أن يوم الاثنين القادم أيضا سوف يتم التدشين الرسمي لإطلاق القوافل البرية التي سوف تصل وتوزع أعداد كبيرة من السلال الغذائية والناموسيات وكذلك الاحتياجات اللازمة التي يحتاجها المتضرر من الفيضانات هنا في أقاليم عدة أو عدة أقاليم هنا في باكستان. إذن كان هذا هاني صفيان مراسل الحدث في تغطية مفصلة للجسر الجوي لمركز الملك سلمان للمعونات المقدمة من المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك هاني. مع مرور الوقت تزداد أعداد النازحين جراء فيضانات باكستان وتزداد معاناتهم، كما تزداد مدن الخيام العشوائية والمؤقتة، وشيئا فشيئا تتضح معالم كارثة إنسانية لم تنتهي فصولها بعد. فلكل خيمة هنا حكاية ألم ومعاناة مع الفيضانات. أسرة ميا بخش كغيرها من الأسر المتضررة، فهي تنعي مصابها بعد أن فقدت كل ما تملك. أعيل 8 أطفال، دهمنا فيضان بحيرة مانشار ولم نستطع إنقاذ ممتلكاتنا ومواشينا، ولم يساعدنا أحد إلى أن وصلنا هذا المخيم. نحن مضطرون للعيش في هذه الظروف الصعبة، فلم يبقى لنا شيء ولا خيار أمامنا. وبالإضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكابدها ملايين المتضررين، تسابق السلطات الباكستانية الزمن لمنع تحول المناطق المنكوبة إلى بؤر للأمراض والأوبئة، في ظل التعطل ودمار نحو 900 مركز طبي، حيث تستقبل العيادات المؤقتة آلاف الحالات المرضية يومياً. إمكانيات العدوى كبيرة نظراً لأعداد النازحين المكتظة والمتزايدة كل يوم. معظم الحالات التي نعالجها تتعلق بالأمراض الجلدية والجهاز الهضمي وسوء التغذية، لا سيما الأطفال والحوامل. نحاول علاج أكبر عدد من المرضى وتوفير الكهرباء لهم، لكن التحدي كبير. وتشير تقديرات رسمية إلى وجود 650 ألف سيدة حامل بين المتضررين بحاجة إلى عناية فورية، منهن أكثر من 70 ألف سيدة سيلدن خلال شهر. خالدة إحدى هؤلاء النساء اللاتي يشعرن بالقلق على مصير أجنتهن. إنني في شهري الثامن، سبق أن أجري لي 4 عمليات ولادة قيصرية وأخشى على جنيني. ملايين المتضررين باتوا يعتمدون كليا على المساعدات الإغاثية، وتقدر السلطات في إقليم السند أن أكثر من 12 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى خيام تأويهم. ولعل سكان هذا المخيم رغم تواضعه
أفضل حالا من ملايين آخرين يبيتون في العراء. ويعد الأطفال والنساء من أكثر الفئات تضررا جراء فيضانات باكستان، حيث يعد القطاع الصحي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات في ظل المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. عبد الرحمن المزيني، الحدث، إقليم السند. تعتزم العاصمة الفرنسية باريس إطفاء أضواء برج إيفل، وذلك قبل ساعة من المعتاد، وستخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية وستقلص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء. لا أريد أن تطفأ الإضاءة العامة لأنها مسألة تتعلق بالسلامة أيضا، ويجب أن تظل المدينة آمنة، ولكن من الواضح أن هناك العديد من الأفكار التي يمكننا العمل عليها. أنا أفكر في كل ما يضيء قاعة المدينة، مجالس الأحياء والمباني العامة، وابتداء من 23 من سبتمبر وهو أول أيام الخريف سيتم إطفاء هذه الأضواء ابتداء من الساعة 10 مساء. خلفي هنا كما ترون هذه منطقة لا ديفونس، وهي منطقة الأعمال، منطقة يقع فيها أبراج كثيرة في فرنسا، خصوصا الشركات الفرنسية الكبرى والشركات العالمية أيضا. هنا مثلا شركة توتال وبعض المصارف الكبرى في فرنسا. هذه الأبراج لا أدري إن كانت واضحة الآن، هي مطفأة تقريبا، هي تطبق قرارا صدر قبل شهر من الآن بضرورة إطفاء المكاتب عند انتهاء العمل، وبأن تطفأ الأنوار ابتداء من الساعة 1 بعد منتصف الليل بالنسبة للوحات الإعلانية في الشوارع. اليوم كان هناك نقاش فيما إذا كان من الضروري أن تطفأ أيضا أنوار المتاحف، لكن لم يتوصل إلى اتفاق أو إلى قرار نهائي بهذا الشأن. طبعا أقصد المتاحف الوطنية مثل متحف اللوفر في العاصمة باريس. أيضا كان هناك مقترح بأن يتم إطفاء شوارع، بعض شوارع العاصمة، لكن رئيسة بلدية باريس أني دالجو رفضت هذا القرار وقالت أنه قد يعرض حياة بعض الأشخاص والسائقين إلى الخطر، وهو حفاظا على السلامة المرورية. حتى الآن لم تضطر باريس إلى إطفاء شوارع العاصمة. على وقع هتاف مواطنيها وتصفيقهم، وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر باكنغهام في لندن قبل أن يسجى في وستمنستر أمام العامة لمدة 5 أيام، يتبعها جنازة وطنية تاريخية الاثنين. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا لكرم المتابعة وفي أمان الله.